خلال جولة تفقدية، الرئيس السيسي يوجه باستمرار جهود تطوير الطرق والمحاور بالقاهرة الكبرى. في جولة بشرم الشيخ، رئيس الوزراء يتفقد تطوير موقع التجلي الأعظم بسانت كاترين ويتابع استعدادات مؤتمر كاب 27. النيتو يبدأ الاثنين تدريبات نووية بمشاركة قاذفات بي 52، وبوتين يؤكد أن روسيا لا تسعى لتدمير جارتها أوكرانيا. 9 مساء بتوقيت القاهرة، 7 بتوقيت غرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري، أهلا بكم. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاستمرار في جهود تطوير ورفع كفاءة الطرق والمحاور المرورية بمختلف المناطق في القاهرة الكبرى، تحقيقا للسهولة ويسر الحركة للمواطنين والقضاء على التشابكات المرورية وحل مشكلة التكدسات. جاء ذلك خلال جولة تفقدية للرئيس السيسي شملت الأعمال الإنشائية لتطوير عدد من الطرق والمحاور بالقاهرة الكبرى. تفقد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الأعمال الإنشائية لتطوير عدد من الطرق والمحاور بالقاهرة الكبرى. المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن السيد الرئيس قام بتفقد أعمال إنشاء محور ياس الرزق والمحاور الداعمة لربطه بمحور الحضارات وصلاً لكورنيش النيل، مما يسهل الحركة على قاطني جنوب ووسط القاهرة، مناطق المعادي وحلوان والمقطم ووسط القاهرة، وصولاً لكورنيش النيل دون اللجوء إلى الطريق الدائري أو طريق الأوتوستراد. سيادتك الكوبري طوله 900 متر كوبري هيربط سيادتك الوصله اللي هي من محور ياس الرزق سيادتك لكوبري اللي هو صلاح الشاذلي. كوبري سيادتك طوله 700 متر. الكوبري ارتفاعه عالي جدا يا فندم، ارتفاعه في المنطقه ديت 45 متر. ده هيعمل نقله كبيره جدا. ده يا فندم ده هيعمل محور طوله 25 كيلو واصل من النيل عند نهر النيل مرن بمنطقه الحضارات لغايه يعدي منطقه المقطم بالكامل. رايح جاي طبعا. رايح جاي يا فندم، 5 حرار كل اتجاه. يوصل لغايه جمال محمد علي، محور جمال محمد علي فندم. ده كله يا فندم بعد كده انتوا عاملين منسوب الميل معقول. الميل يا فندم منسوب معقول وهيخلص في وقت مش حد قوي. لا مش هيبقى حد في كده، هيبقى الميل معقول يا فندم. طبقا للكود يعني مش هيعدي الكود وهيبقى اقل منه كمان يا فندم. هيخلص يا فندم ان شاء الله، وكان المفروض على التصميم بتاعنا الاولاني اللي هو الطبيعي هياخد سنه وثلاث شهور. احنا باذن الله ممكن ان شاء الله يا فندم نخلص شهر 7 الجاي 23 باذن الله ان شاء الله. سيادتك لو كنا هنشتغل بالنظام التقليدي يعني كان شهر 5 ونص. فسيادتك احنا درسنا كذا حل عشان نشتغل بيهم في وقت واحد. سيادتك الارتفاع اللي هو اكتر من 45 متر هنشتغل اعمده من نظام الهوليكو، الاعمده اللي هي المفرغه. سيادتك ارتفاع العمود هيبقى 45 متر، بس هو طبعا صعب جدا في تنفيذه لان الشده بتبقى 45 متر مع بعضها وبيبقى الحائط بتاعه متر بس، فهو بيوفر كتير جدا في الخرسانه وبيسرع في الوقت شويه. الاعمده الاقل من كده هننفذها بالنظام العادي. الكمر سيادتك اللي بيتعمل هعمله برده باسلوبين انشائيين، نظام البري ستريس ونظام البري كاست. وانتهاء المحور ده يا فندم هنكون ربطنا المنطقه بتاعت كورنيش النيل عبر دوكو كوبري الدكتور صلاح الشاذلي منها الى محور ياس الرزق بالمنطقه شرق القاهره ومنطقه جنوب القاهره والمقطم. يعني احنا هنا واقفين دلوقتي هنا يا فندم، احنا واقفين ده متحف الحضارات ماشي، وده اللي احنا عايزين نبينه. تمام. الفكره هنا اللي هتتعمل الكوبري اللي احنا بنتكلم على ارتفاعه 45 متر اللي هو منسوب الجبل ده لغايه الارض تحت، بين المعدات اللي شغاله تحت بنزل بالظبط عشان تربط مع يا فندم مع كوبري الدكتور صلاح الشاذلي اللي في اليمين ده فندم، ومنه لكورنيش النيل، وهيبقى عندنا كوبري الهدف هو عمل نقل الحركه المروريه بشكل غير مسبوق. بالظبط بالظبط. الناس ممكن تطلع من قدام القلعه، ممكن نطلع يا فندم من صلاح سالم يعني نطلع شرق القاهره او نيجي من منطقه كورنيش النيل هنا تمام، ونطلع برده يا اما المقطم ومنها لشرق القاهره، وكده خففنا الضغط على الطريق الدائري، وده بيعتبر استكمال للخطه اللي سيادتك امرت ووجهت بتطوير عدد من الطرق والمحاور فيها. اول محور فيهم يا فندم هو محور بياس الرزق، وده يا فندم بيربط بين محور صلاح سالم ومحور الاوتوستراد لربطه بمحور حسب الله كفراوي وسميره موسى بطول 9 كيلو متر وعرض 5 حاره مرورية في كل اتجاه، كما يتم انشاء محور سميره موسى
بطول 12 كيلو متر وعرض 5 حاره مروريه لكل اتجاه، وتم تحرير الحركه المروريه فيها فندم بانشاء عدد 4 كوبري بالاضافه لثلاث انفاق. دي عباره عن طريق بطول 2 كيلو متر، اولهم فندم عباره عن كوبري بطول 900 متر وعرض 27 متر بارتفاع يصل الى 45 متر، بيتم تنفيذه باحدث الاساليب الهندسيه، وده فندم للربطه على محور ياسر الرازي، بالاضافه ان هو تم تنفيذه باحدث الاساليب الهندسيه لتعديل المخطط الزمني، بالاضافه لطريق بطول كيلو كيلو 100 بيصل كميات الحفر والردم فيه يا فندم الى 800000 متر اللي احنا واقفين عليه فندم. بيصل كميات الحفر والردم فيه الى 800000 متر مكعب. بالاضافه لكده فندم بيتم تطوير طريق كورنيش المقطم بطول 7 كيلو بعرض 2 حاره مروريه لكل اتجاه في المنطقه من محور حسب الله الكفراوي حتى شارع 9. بالاضافه لكده فندم سيادتك صدقته وشغالين دلوقتي فيه بتطوير شارع 9 من ميدان رساله وحتى ربطه مع محور رئيس الرزق بعرض 6 حاره مروريه لكل اتجاه عدا المنطقه من ميدان الشرق وحتى ميدان مسجد الحمد، دي بعرض 5 حاره مروريه لكل اتجاه. ويا مرحبا. متشكرين. كما تفقد سيادته أعمال تطوير منطقة المقطم وكذا تطوير كورنيش المقطم والهضبة الوسطى لخدمة أهالي المقطم. فبالدراسة يا فندم والعرض على سيادتك، سيادتك صدقت على إنشاء حائط ثاني يا فندم بطول 900 متر في قطاعات مختلفة يا فندم اللي فيها المشاكل الإنشائية للهضبة واللي كان يعود زمانها لسنة 2000، كان حصل تآكل للجبل يا فندم أمام سيادتك ده حد الجبل القديم، وتم معالجته في حينه يا فندم عن طريق الردم بأنواع مختلفة من التربة الغير متجانسة، وبالتالي يا فندم بعيدا عن تنفيذ محور ياسر وجدنا ان في صعوبه في الحفاظ على سلامه الهضبه الانشائيه يا فندم حتى مع انشاء محور كورنيش المقطم وياسر الرزق، وتم يا فندم بالفعل اجراء اعمال الجسات والتصميمات وبدانا فندم التنفيذ عن طريق انشاء حائط بارتفاع يصل من 6 ل 18 متر يا فندم وباساسات عميقه تصل الى 3 صفوف من الاساسات العميقه، وسمك الحائط يا فندم هيوصل ان شاء الله لمتر وتدعيمه كل 6 متر يا فندم بدعامات عموديه لضمان يا فندم اولا اعمال الردم اللي هتتم باسلوب انشائي سليم ان شاء الله تحافظ على اولا سلامه محور كورنيش المقطم الجاري تنفيذه، وفي نفس الوقت يا فندم عدم تاثيرها على محور ياسر رزق الجاري تنفيذه. اي امطار هنا او هنا ما عندناش مشكله ان شاء الله فندم باذن الله. باذن الله فندم. تم دراستها فندم تماما، وان شاء الله في بعض القطاعات هيبقى فيها تدبيش بدون مونه عشان يبقى في فلتر للميه، بعد كده عاملين له سايد حاجه زي ميول جانبيه سيادتك تجمع ميه الامطار دي او بلاطات خلصانيه لحمايه الاجناب باذن الله. وان شاء الله فندم مخططين باذن الله الطريق بالكامل ان شاء الله هيبقى خلصان 30/12، عدا فندم المنطقه اللي هي فيها الحائط الساند دي طولها كيلو يا فندم، المنطقه دي ان شاء الله هياخد مده تنفيذها باذن الله 4 شهور، ولكن 30/12 هنبقى فاتحين ان شاء الله على الاقل 3 حاره في الاتجاه ده يا فندم ان شاء الله. يعني الطريق هيبقى شغال باذن الله. يعني هنخلص امتى ان شاء الله يا فندم؟ 30/12 الطريق بالكامل، المنطقه دي يا فندم هيبقى مفتوح برده فيها الطريق، هيبقى فيها حالتين بس سيادتك هيتاخروا ان شاء الله ل 30 يناير او 15 فبراير شهر كمان او اثنين يعني. باذن الله يا فندم. شكرا. باذن الله يا فندم. كما تفقد سيادته أيضا أعمال إنشاء طرق جديدة تربط بين محور حسب الله الكفراوي والطريق الدائري ومحور الشهيد لتخفيف الأعباء عن الطريق الدائري. استكمالا لأعمال تطوير وإنشاء طرق ومحاور جنوب القاهرة وربطها على محاور شمال وشرق القاهرة وصولا للقاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة، سيادتك صدقت يا فندم بإنشاء وتطوير شبكة طرق منطقة زهراء المعادي والطرق المحيطة بمحور حسب الله الكفراوي بإجمالي أطوال 35 كيلو متر، 5 حارة مرورية لكل اتجاه بإجمالي 10 حارة مرورية تصل إلى 16 حركة مرورية في المناطق السكنية والخدمية لضمان استمرارية المرور وخدمة المواطنين. المنطقة اللي سيادتك مشرفنا فيها فندم تم تنفيذ طرق بإجمالي أطوال 9 كيلو متر، الطرق دي يا فندم تم حفر أكثر من 600,000 متر مكعب في تربة صخرية وباستخدام المعدات الميكانيكية، وتم ردم أكثر من 100,000 متر مكعب بأكثر باستخدام المعايير الجودة. سيادتك يا فندم كده قدرنا نربط القادم من طريق الأوتوستراد وطريق الصعيد الحر وحلوان بطريق العين السخنة مرورا بمحور محمد عزت عادل، وتم ربط القادم من محور الشهيد بمحور محمد عزت عادل ومنه إلى كورنيش النيل ومناطق جنوب القاهرة، وتم ربط القادم من المقطم ومحور ياسر رزق والقادم من المنيب بطريق العين السخنة. وبكده فندم تم إنشاء مجموعة من الطرق موازية للطريق الدائري لتخفيف العبء المروري على الطريق الدائري، خاصة يا فندم أنه بيتم مشروع الأوتوبيس الترددي. وبكده فندم نقدر نوفر الاستهلاك المحروقات وتوفير في زمن الرحلة. وتم فندم التنسيق مع الجهات المعنية
لإنشاء وتطوير البنية التحتية، وبالفعل يا فندم تم تطوير وإنشاء البنية التحتية من مياه وغاز وصرف وكهرباء. قبل ما تعملوا قبل ما نقفل الطرق يا فندم، لخدمة المواطنين وتحقيق أقصى استفادة من أعمال الإنشاء والتطوير. وزي ما سيادتك أمرت يا فندم، تم قطع طريق العين السخنة، وتم عمل التحويلات المرورية اللازمة لضمان سيولة الحركة المرورية. شغالين في النفق، شغالين في النفق فندم، جاري الأعمال الإنشائية في النفق. هيخلص امتى ان شاء الله؟ زي ما وعدنا سيادتك يا فندم في ان شاء الله شهر 2. طب انا بس بودي هنا اوضح حاجه مهمه قوي. اتفضل. احنا بنقول ايه؟ بنقول احنا بنعمل محاور موازيه للطريق الدائري، مش كده؟ تمام يا فندم. وبنعمل في نفس الوقت في كل كتله سكانيه موجوده شبكه طرق تخدم على سكانها. تمام. بحيث النهارده بدل ما انا لو انا موجود يعني ساكن في منطقه زهراء محمد عزت عادل او زهراء المعادي، وابقى محتاج اروح لغايه الدائري عشان اتحرك عليه، لا ده انا عندي طريق موازي اهو، محور اتحرك عليه بسهوله جدا جدا. انا عندي ملحوظه شفتها في الدوائر المرور بتاعتكم ديت. تمام يا فندم. مش شايفكم بالغين فيها قوي في اتساعها. انا اقصد اقول كانت ملحوظه بالنسبه لي ان اللي بيتحركين بينحرفوا شديدا جدا في عشان يتحركوا داخل الدوائر دي. تمام. احنا بنضمن يا فندم ان اللي قادم يقدر ياخد سرعته لدخول الدوران. طيب ايه تاني عندك؟ القطاعات الانشائيه بعد التطوير يا فندم. طيب. 5 حاره مروريه، والمناطق اللي قلت سيادتك 16 حاره مروريه، 5 و3 حاره خدمه لخدمه المواطنين وضمان استمراريه حركه مروريه على الطريق الرئيسي. في حاجه برضه في المنطقه هنا او في التصميم اللي انتوا شغالين بيه، حسيت ان احنا ممكن نضيف حاجه. لو انتوا لقيتوا حاجه كمصممين طرق ومنفذين للطرق دي في المنطقه اللي انتوا فيها غير اللي احنا عاملينه، اطرحوه عليا. تمام يا فندم، تتم الدراسه وعرض على السيادة. مش كده يا محمود؟ اولا نشوف. تفقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي عددا من مشروعات تطوير موقع التجلي الأعظم التي يتم تنفيذها بالمدينة طبقا للتوجهات الرئاسية. جاء ذلك خلال زيارته لمدينة شرم الشيخ لمتابعة الاستعدادات الخاصة باستضافة مصر لمؤتمر كوب 27، حيث أكد مدبولي أن زيارة مدينة سانت كاترين تأتي في إطار متابعة تنفيذ التكلفات الرئاسية بتطوير المدينة ووضعها في مكانتها اللائقة التي تستحقها هذه البقعة الطاهرة المقدسة، وتعظيم الاستفادة من المقومات السياحية الموجودة بالمدينة ذات الطابع الأثري والديني والبيئي والتراثي المميز. هذا وتتواصل الاستعدادات بمدينة شرم الشيخ لاستضافة أكبر مؤتمر عالمي في عام 2022، والذي يتمثل في قمة المناخ خلال شهر نوفمبر القادم، وذلك بمشاركة من مختلف أنحاء العالم لمناقشة قضايا المناخ والحد من ظاهرة الاحتباس الحراري. وللمزيد ينضم إلينا من مدينة السلام الزميل أحمد الحسيني مراسل التلفزيون المصري. أحمد، اطلعنا على أبرز ما تفقده رئيس الوزراء اليوم وآخر الاستعدادات الجارية بالمدينة. يعني بداية إيمان، يتبقى نحو 3 أسابيع على هذا المؤتمر الهام قمة المناخ كوب 27 والتي تعقد في 6 نوفمبر القادم بمشيئة الله. كان دولة رئيس الوزراء قد قام على مدار يومين بزيارة مدينة شرم الشيخ والوقوف على الاستعدادات، وفي اليوم الثاني من الزيارة قام بزيارة مدينة سانت كاترين في جنوب سيناء. في اليوم الأول توجه رئيس الوزراء إلى مطار شرم الشيخ الدولي واطمأن على سير العمل وتحدث مع العاملين، ثم توجه بعد ذلك إلى المنطقة الخضراء وتابع سير العمل والتشطيبات النهائية في هذه المنطقة، بالإضافة إلى حديقة السلام التي تشمل أو تضم حوالي 12,000 متر مربع، وتشتمل أيضا هذه الحديقة على نباتات طبيعية، نباتات الكثير من النباتات التي قد تنقرض. بالإضافة بعد ذلك توجه أيضا إلى المنطقة الزرقاء واطمأن أيضا على سير العمل هذه المنطقة الزرقاء التي تتولى إدارتها الأمم المتحدة. عقب ذلك قام بجولة ليلية في الممشى السياحي الذي أتواجد فيه حاليا، وكذلك الممشى السياحي في خليج نعمة وبعد تطويره. في اليوم الثاني من زيارة السيد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي توجه إلى مدينة
مدينة سانت كاترين، وبدأ أو استهل هذه الزيارة بزيارة مطار سانت كاترين والذي أصبح يتسع ل 600 راكب في الساعة، وبعد ذلك توجه إلى مركز الزوار الجديد في مدخل مدينة سانت كاترين، بالإضافة إلى مشروع التجلي الأعظم وعدد من المشروعات أيضا التي يتم تنفيذها في مدينة سانت كاترين كالفندق الجبلي وغيرها من المشروعات. وبذلك نحن نتابع هذه الزيارة الهامة للوقوف على آخر الاستعدادات هنا في مدينة شرم الشيخ استعدادا لاستقبال قمة المناخ، حيث اطمأن رئيس الوزراء على سير العمل والتشطيبات والتجهيزات التي تتم هنا في مدينة السلام أو المدينة الخضراء، بالإضافة إلى أنه قام اليوم أيضا بمتابعة منظومة النقل الذكي من الأتوبيسات الصديقة للبيئة، سواء التي تعمل بالكهرباء أو التي تعمل بالغاز الطبيعي. نحن نتحدث عن 260 حافلة، منها 120 حافلة تعمل بالغاز و140 حافلة أخرى تعمل بالشحن الكهربائي. فأصبحت مدينة شرم الشيخ جاهزة لاستقبال هذه القمة الهامة لقمة المناخ كوبس 27 في شهر نوفمبر القادم بإذن الله. إليك إيمان في الاستوديو. أشكرك جزيلا أحمد الحسيني مراسل التلفزيون المصري، كنت معنا من مدينة شرم الشيخ. خلال احتفال القوات الجوية بعيدها 90 على نشأتها، أكد قائد القوات الجوية الفريق محمود فؤاد عبد الجواد أن القوات الجوية تمارس مهامها بكل عزيمة وإصرار ووفقا لأحداث النظم القتالية العالمية لتكون دائما على استعداد تام للدفاع عن سماء مصر. وهنأ الفريق محمود فؤاد عبد الجواد رجال القوات الجوية من مختلف تخصصاتهم بعيد القوات الجوية الذي سطر فيها رجال القوات الجوية واحدة من أهم الملاحم البطولية المعروفة بمعركة المنصورة. في عرينهم يترقبون ولانطلاقهم متأهبون، هم عنوان الكبرياء، أسطورة حية لا تراهم إلا في السماء. إنهم القوات الجوية المصرية، نسور السماء. تحتفل القوات الجوية بعيدها 90 على نشأتها، حيث أكد الفريق محمود فؤاد عبد الجواد قائد القوات الجوية أن القوات الجوية تمارس مهامها بكل عزيمة وإصرار وفقاً لأحدث النظم القتالية العالمية لتكون دائماً على استعداد تام للدفاع عن سماء مصر. وهنأ رجال القوات الجوية من مختلف تخصصاتهم بعيد القوات الجوية والذي يوافق ذكرى يوم 14 من أكتوبر لعام 1973، والذي سطر فيه رجال القوات الجوية واحدة من أهم الملاحم البطولية المعروفة بمعركة المنصورة. جاء ذلك خلال وقائع المؤتمر الصحفي الذي عقد بمناسبة الاحتفال بعيد القوات الجوية. يشرفني أن ألتقي بكم في ذكرى أيام خالدة سطر فيها نسور القوات الجوية أمجاداً وبطولات نعتز ونفتخر بها، حين خاضوا في يوم 14 من أكتوبر عام 1973 أطول معركة جوية عرفها التاريخ العسكري الحديث، استمرت لأكثر من 53 دقيقة في سماء المنصورة، تحدوا فيها المستحيل متسلحين بإيمانهم، فتمكنوا من هزيمة العدو وإسقاط العديد من الطائرات وإجباره على الانسحاب، ليكون يوم 14 من أكتوبر من كل عام عيداً للقوات الجوية. وأكد قائد القوات الجوية على الدعم المستمر الذي توليه القيادة السياسية والقيادة العامة للقوات المسلحة لتطوير وتحديث إمكانات القوات الجوية بما يعزز قدرتها لتصون وتحمي مقدرات الوطن. وبرؤية ثاقبة وتقدير متوازن من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، أصدر التوجيهات بضرورة تطوير إمكانيات القوات المسلحة ومنها القوات الجوية، مع التأكيد على الأهمية الاستراتيجية لتنويع مصادر السلاح. كما يسرني أن أتوجه بجزيل الشكر للقيادة العامة للقوات المسلحة على دعمها الدائم والمستمر للقوات الجوية ورجالها،
فشهدت القوات الجوية في السنوات الأخيرة تطويرا وتحديثا هائلا وغير مسبوق بالانضمام المستمر لطرازات جديدة ومتطورة من الطائرات والهليكوبتر والأنظمة والمعدات المختلفة، مما كان له بالغ الأثر في زيادة قدرات وإمكانيات القوات الجوية لتكون قادرة على أداء كافة المهام، مشيدا بما يبذله رجال القوات الجوية من بطولات وتضحيات لحماية سماء مصرنا الغالية على كافة حدودها الاستراتيجية. فأصبح بفضل الله لجيش مصر قوات جوية أبية تعمل على مدار الساعة وفي مختلف الظروف للوصول إلى أبعد مدى وفي أسرع وقت لتأمين المصالح المصرية في ظل كافة التحديات والتهديدات الراهنة، قادرة على ردع كل من تسول له نفسه تجاوز الخطوط الحمراء التي رسمتها الدولة المصرية. ويشرفني أن أتقدم بخالص الشكر وعظيم التقدير لرجال القوات الجوية على الأداء المتميز والمستوى الراقي في تنفيذ ما كلفوا به من مهام خلال الفترات السابقة وحتى الآن، وطالبهم بمواصلة العمل ليلا ونهارا لاستمرار تحقيق النجاحات التي يحققها نسور القوات الجوية بكل كفاءة واقتدار. إن رجال القوات الجوية الذين يعتزون بالإنجازات العظيمة التي تحققت في ماضيهم وحاضرهم هم دائما موضع فخر واعتزاز لشعبهم، يعاهدون الله أن يظلوا عند حسن الظن بهم وعلى أهبة الاستعداد دائما للزود عن سماء مصر وترابها المقدس، ملتزمين بقيم ومبادئ العسكرية المصرية الأصيلة، أوفياء ليمين الولاء لوطنهم يحمون سمائه ويصونون مقدراته وكرامته. تحت رعاية الرئيس السيسي تتواصل فعاليات مبادرة كلنا واحد التي تستمر حتى نهاية شهر أكتوبر في توفير المستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة، إضافة إلى توفير كافة أنواع السلع في إطار المبادرة بنسب تخفيض كبيرة. كما قامت الوزارة بتوزيع تجهيزات عرائس على الأيتام والأشد احتياجا في إطار الدور الإنساني والاجتماعي لوزارة الداخلية. قطار مبادرة كلنا واحد ينطلق دائما إلى محطات اجتماعية جديدة للتخفيف عن كاهل الأسر المصرية، في ضوء حرص وزارة الداخلية على أن تؤدي دورها الإنساني والاجتماعي الذي لا يقل أهمية عن دورها الأمني الذي تعمل من خلاله على أن تصل بدعمها هذا إلى كل فئات المجتمع لتوفير حياة كريمة لهم في عصر الجمهورية الجديدة. فالمبادرة التي أطلقتها الوزارة تحت رعاية رئيس الجمهورية توفر مستلزمات مدرسية بأسعار مخفضة تصل إلى 30% حتى نهاية شهر أكتوبر، وكذا سلع بكافة أنواعها بتخفيضات تصل إلى 60% في المعارض والمنافذ والسلاسل التجارية المشاركة فيها على مستوى الجمهورية. يا جنودك اللي بينا اشتد عودك واللي وجودنا من وجودك. كما تحرص منظومة أمان على توفير السلع في منافذها الثابتة والمتحركة على مستوى الجمهورية بتخفيضات كبيرة حتى نهاية العام الجاري. مصر الكبيرة في كل وقت وكل عصر، والكل عارف إن مصر طول عمرها أصل الحكاية، شعب وقيادة وشرطة إحنا وكل فرد. المبادرة تطرق أبواباً جديدة للتخفيف عن كاهل المواطنين بخاصة في المناطق الأشد احتياجاً من خلال توزيع مستلزمات مدرسية على قاطني تلك المناطق، فضلاً عن نزلاء المستشفيات من الأطفال وكذا دور رعاية الأيتام. احنا النهاردة اتبسطنا بالشمات الجديدة. شكراً يا سيادة الرئيس ان انت دايماً بتفرحنا. كلنا واحد، ومن خلال سعيها للوصول إلى كافة فئات المجتمع في كل المحافظات قامت وزارة الداخلية في إطارها بإهداء عدد من مستلزمات الزواج لمجموعة من العرائس المقبلات على الزواج وتحديدا من الأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة، فضلا عن الأكثر احتياجا في احتفالات أقيمت لهم لتسليمهم تلك الهدايا التي أدخلت الفرحة والبهجة في نفوسهم. شعب وقيادة وشرطة احنا وكل فرد، حبك علينا بلدي فرد وهنبقى جنبك للنهاية. بشكر وزارة الداخلية
مبادرة كلنا واحد، بتجهز معاهم في وبتشارك في أي فرحة بالنسبة لأي بنت يتيمة. فرحة للناس كلها والله، فرحة لجميع العرايس دي والله، فرحة كبيرة طبعا. سيادة الرئيس اللي هو فرح الناس دي كلها بشكره طبعا بالنعم على الناس دي كلها. احنا كنا مبسوطين جدا النهاردة من ساعة ما جينا مع الضباط، وانبسطنا جدا، والرئيس دايما فاكرنا في المناسبات وفاكرنا في كل حاجة كويسة. بحب اشكر الرئيس السيسي وربنا يخليه لينا، زي ما هو مساعد الشعب كده ومساعد الناس كلها ومفرح الناس كلها، وربنا يخليه وبارك في عمره. حابب اشكر سياده الرئيس على ان هم حاسين بينا والوزاره اللي هي حاسه بينا، حابب اشكرهم. تحيا مصر، تحيا مصر. شعب وقياده وشرطه احنا وكل فرد، حبك علينا يا بلدي فرد. المساندة والدعم والرعاية التي تقدمها وزارة الداخلية لكافة الفئات في إطار مبادرة كلنا واحد امتدت إلى أسر نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل والمفرج عنهم، حيث نظمت إدارة شرطة الرعاية اللاحقة بقطاع الحماية المجتمعية احتفالية بمركز إصلاح وتأهيل ترعة لتوزيع هدايا عينية ومستلزمات مدارس وتجهيزات عرائس على هذه الأسر في إطار حرص الوزارة على تطبيق مفهوم السياسة العقابية الحديثة. كل حاجة فكرنا فيها في الأعياد وفي مولد النبي، كل حاجة وكل شهر فاكرانا، وعملنا حاجات حلوة كتير، وفي أيام المدارس فاكرة أولادنا، ونشكر سيادة الرئيس هو فاكرنا بكل حاجة حلوة. بيسعدوا أولادنا الصراحة بكل حاجة، وأي حفلة بيتصلوا علينا وبيجيبونا في كل حاجة بصراحة، مش مخلينا محتاجين أي حاجة. الدور الإنساني والاجتماعي لوزارة الداخلية من خلال مبادرة كلنا واحد أكثر فاعلية وانتشارا على مستوى الجمهورية، تشعر به كافة الفئات في كل المحافظات، لتحقق بذلك الوزارة مستهدفاتها الإنسانية في استراتيجيتها الأمنية، وهي التخفيف عن كاهل الأسر المصرية. على جانب آخر، تواصل وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي، وتتمكن خلال 24 ساعة من ضبط 433 قضية تموينية مستندية وعينية بمضبوطات بلغت أكثر من 94 طن مواد غذائية وغير غذائية. في مجال الاستيلاء على السلع المدعومة، تم ضبط أكثر من 48 طن، وفي مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية وغير الغذائية، تم ضبط أكثر من 46 طنا، وفي مجال قضايا المخابز تم ضبط 722 قضية، من بينها 46 قضية خبز ناقص الوزن و61 قضية خبز غير مطابق للمواصفات. وفي مجال ضبط قضايا التهريب خارج منظومة توريد أرز الشعير، تم ضبط 14 قضية بمضبوطات بلغت قرابة 322 طنًا. ترأس محافظ البنك المركزي حسن عبد الله الجلسة العامة لمجلسي محافظي صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي. تأتي الجلسة ضمن الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد المنعقدة في العاصمة الأمريكية واشنطن خلال الفترة من 10 إلى 16 من أكتوبر الجاري. وشارك بالجلسة رئيس مجموعة البنك الدولي والمدير العام لصندوق النقد الدولي، وبحضور ما يزيد على 3000 مسؤول يمثلون محافظي البنوك المركزية ووزراء وممثلي القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني وكبار الخبراء الاقتصاديين بالعالم. ودعا محافظ البنك المركزي حسن عبد الله خلال ترأسه للجلسة إلى بذل مزيد من الجهود لمعالجة مواطن الضعف المتزايدة والمتعلقة بالديون التي تؤثر على الأسواق الناشئة والبلدان النامية. وتمنى محافظ البنك المركزي التحركات السريعة للبنك الدولي وصندوق النقد لدعم الاقتصاد العالمي في أزمة كورونا، داعيا إلى الاستمرار في تقديم هذا الدعم بما في ذلك البلدان ذات الدخل المتوسط. كما أكد محافظ البنك المركزي حسن عبد الله أن تداعيات الحرب في أوكرانيا ووباء كورونا يؤثران بشكل كبير على التوقعات الاقتصادية العالمية وسبل العيش، بجانب خلق ظروف صعبة لصانعي السياسات. وأضاف محافظ البنك المركزي خلال كلمته الافتتاحية بالجلسة العامة للاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد والتي تولى رئاستها، أن معدلات التضخم سجلت أعلى مستويات
مقتضياتها منذ عدة عقود، مع انعدام الأمن الغذائي والطاقة واضطرابات سلاسل التوريد المتزايدة ومواطن الضعف المتعلقة بالديون. وأشار محافظ البنك المركزي إلى مواجهة الدولة الناشئة الدول الناشئة لتحديات إنمائية هائلة مع عدم كفاية التمويل. أعلن حلف شمال الأطلنطي اعتزامه بدء تدريبه النووي السنوي الاثنين المقبل بمشاركة نحو 60 طائرة، من بينها قاذفات القنابل طويلة المدى B-52. التدريبات تشمل طلعات تدريبية فوق بلجيكا وبحر الشمال وبريطانيا للتدريب على استخدام القنابل النووية الأمريكية الموجودة في أوروبا، وتجرى التدريبات النووية التي لا تتضمن استخدام أي قنابل حية وسط التوتر المتصاعد مع روسيا بشأن ما يقول الغرب إنها احتمالات لهجمات نووية روسية على أوكرانيا. قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إنه لا داعي لشن هجمات ضخمة جديدة على أوكرانيا، وأن روسيا لا تتطلع إلى تدمير جارتها. وأضاف بوتين في مؤتمر صحفي في نهاية قمة في كازاخستان أن استدعاءه لقوات الاحتياط الروسية سينتهي في غضون أسبوعين، وأنه لا خطط لديه لأي تعبئة أخرى. كما كرر بوتين موقف الكرملين من أن روسيا مستعدة لعقد محادثات لحل الأزمة. وعد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي شعبه بأنهم سينتصرون في مواجهة العملية العسكرية الروسية على أوكرانيا. وأشاد الرئيس الأوكراني بشجاعة الأوكرانيين، مؤكدا أن الصواريخ الروسية ما زالت قادرة على دفع الأوكرانيين إلى الملاجئ، لكن لا أحد من شعبنا يرتجف هناك. يرى العالم أن الأوكرانيين لا يفقدون إنسانيتهم تحت أي ظرف من الظروف. العدو يهاجم مدننا ولكن لا يهاجم كرامتنا أبدا. لقد أحرقوا متحف إسكوفوردا وعشرات الكنائس ومئات المدارس ورياض الأطفال، لكنهم لا يستطيعون فعل أي شيء ضد فلسفتنا. لا تزال الصواريخ الروسية قادرة على دفع الأوكرانيين إلى الملاجئ، ولكن لا أحد من شعبنا يرتجف هناك. نحن ندافع عن حريتنا وعن أرواحنا وعن أرضنا، عن كييف وعن زابوريجيا وعن أوديسا وعن دينيبرو وعن ميكولايف، وما لم نتنازل عنه وسنحميه دائما خرسون ودونيسك ولوهانسك وشبه جزيرة القرم. سجلت منطقة اليورو أكبر عجز تجاري لها خلال شهر أغسطس الماضي، حيث ارتفعت فاتورة الواردات مع ارتفاع أسعار الطاقة. وذكر مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي يوروستات أن ميزان السلع التجاري لمنطقة اليورو مع بقية العالم تراجع في أغسطس بنحو 51 مليار يورو، وهو أعلى عجز مسجل منذ انضمام ليتوانيا للمنطقة في 2015. وارتفع العجز بشدة منذ يوليو وبلغ 34 مليار يورو، ليسجل تراجعا للشهر العاشر على التوالي في تحول كبير للتكتل التجاري الذي كان يسجل عادة فائضا تجاريا كبيرا. أعلنت رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس أن ضريبة الشركات سترتفع إلى 25%، وذلك بعد ساعات من إقالة وزير المالية كواسي كوارتينغ وتراجعها عن برنامج التخفيضات الضريبية. وقالت تراس إنها قررت المضي قدما في زيادة ضريبة الشركات، وهي خطوة من شأنها أن تعزز المالية العامة بمقدار 18 مليار جنيه استرليني. تقديمنا الآن لمهمتنا الآن ينبغي أن يتغير. علينا أن نتحرك اليوم لنطمئن الأسواق بشأن التزاماتنا المالية. لذلك قررت بأن أبقي
تلك الضريبة على الشركات التي حافظت عليها الحكومة السابقة. هذا سيرفع أو سيجعلنا نجمع 19 مليار جنيه سنويا، وهذا سيساعدنا في ميزانيتنا التي ستكون معها أيضا، وسنفعل كل ما في وسعنا لنضمن بأننا سنتمكن من تجاوز هذه الأزمة. يحتفل العالم باليوم العالمي للنفايات الإلكترونية والذي يصادف 14 من أكتوبر من كل عام. يهدف الاحتفال إلى التوعية بمدى خطورة تلك النفايات على العالم وكيفية التخلص منها. وذكر منتدى النفايات الكهربائية والأجهزة الإلكترونية أن الخبراء يتوقعون أن ما يقرب من 5.3 مليار هاتف ذكية سوف تصبح خارج الخدمة نهاية العام الحالي، من بين نحو 16 مليار هاتف ذكي يستخدمها البشر الآن، وهو ما يثير تكهنات كثيرة بشأن حجم النفايات الإلكترونية في العالم. أعلن مستشار رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس للموانئ محمد عبد العزيز بدء تقديم خدمات تموين السفن خلال الربع الأول من عام 2023. وأوضح عبد العزيز على هامش احتفالية مئوية غرفة الإسكندرية التجارية أن تلك الخدمات سيتم تقديمها في شمال القناة في منطقة غاطس بورسعيد ومنطقة جنوب القناة في منطقة غاطس السويس. وأضاف أن هناك ثلاث شركات فازت بنحو 4 رخص، حيث سيتم منح رخصتين في منطقة البحر المتوسط واثنتين في منطقة البحر الأحمر. رياضيا، تأهل فريق كرة القدم الأول بنادي الزمالك إلى دور 16 من بطولة دوري أبطال أفريقيا بعد فوزه على فلامبور بورندي بخمسة أهداف مقابل هدف واحد، وذلك في المباراة التي أقيمت بينهما على استاد برج العرب بالإسكندرية. أحرز أهداف الزمالك كل من أحمد سيد زيزو هاتريك وإبراهيم نداي ويوسف أسامة نبيه، وكان الزمالك قد حقق الفوز على منافسه البوروندي بهدف دون رد في مباراة الذهاب. تأهل النادي الأهلي للمباراة النهائية في البطولة العربية للأندية لكرة السلة المقامة في دولة الكويت بعد فوزه على نادي كاظمة الكويتي 95-91. وحقق النادي الأهلي منذ انطلاق البطولة انتصارات متتالية على كل الفرق التي قابلها بداية من دور المجموعات وحتى مباراة الدور قبل النهائي، حيث يشارك النادي الأهلي في البطولة كحامل للقب. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا السبت طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب الصعيد لطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخره على كافة الأنحاء. وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن الجمهورية وعدد من العواصم والمدن العربية والعالمية. Thank you.
وصلنا بحضراتكم إلى ختام نشرة الأخبار، وعليكم أهم ما جاء فيها من أنباء. خلال جولة تفقدية، رئيس السيسي يوجه باستمرار جهود تطوير الطرق والمحاور بالقاهرة الكبرى. في جولة بشرم الشيخ، رئيس الوزراء يتفقد تطوير موقع التجلي الأعظم بسانت كاترين ويتابع استعدادات مؤتمر كوب 27. الناتو يبدأ الاثنين تدريبات نووية بمشاركة قاذفات B-52، وبوتين يؤكد أن روسيا لا تسعى لتدمير جارتها أوكرانيا. ختم نشرتنا، لكن التاسعة متواصلة مع حضراتكم، مع دينا عبد الكريم. مساء الخير يا دينا. مساء النور إيمان، ومساء النور ياسر. مبسوطة جدا أكون معكم النهاردة. شكرا جزيلا وبالتوفيق. شكرا، شكرا لكم وشكرا لكل فريق نشرة التاسعة. نبدأ مع حضراتكم حالا حلقة جديدة من التاسعة.